احنا اول شيء بحب اترحم على الشهداء اللي سقطوا في هذا الحادث الاجرامي اللي هو عباره عن تقريبا زلزال في المنطقه اللي ضربها باكملها واللي نجونا بها باعجوبه لكوننا للمره الثالثه نخلي من المكان اللي فيه عشان خوفا من الموت، ولكن برضه ملاحقيننا والحمد لله برضه نفدنا منها او نجينا منها المره هاي كمان مره، يعني رغم انه الجرح كبير وعميق. احنا نازحين من طبعا من حي الشجاعيه، نزحنا لمنطقه اللي هو دير البلح حسب ما طلبوا منا، برضه لحقونا، وفي المنطقه اللي كنا برضه قاعدين فيها امنين برضه القذائف ورانا لحقونا برضه. طب انتوا احكوا لنا اخلوا على المكان الفلاني امن، المكان حددتوه انتوا مش احنا اللي حددناه، احنا لجأنا بناء على طلبكم انتوا اساس نلجأ لمكان امن نحمي انفسنا ولحقتونا. نفس الشيء وهي نفس الفكره، نفس الشيء احنا برضه خرجنا من مكان لمكان. طب وين نروح؟ مين بده يحمينا احنا بعد هيك؟ لابد من نلجأ، يعني وين نتخبى؟ وين نكون؟ ما فيش لنا مكان. ايش اللي صار؟ اللي صار تقريبا الساعة 2:30، ما بين 2:30 لـ 2:30 واحنا نايمين امنين، يعني انا في فترة كل الحرب يمكن اكثر ليلة كنت نايم فيها امن الليلة هاي. ما فهمت الا ثلاث دبات ورا بعض هيك، قمنا على صوت الدمار اللي انت شايفينه بالشكل هذا والامور هاي بالشكل هيك والشهداء والجرحى اللي كانوا موجودين. والحمد لله يعني انه احنا هي للمرة الثالثة اللي الواحد ينجو منها، مربع كامل باكمله وكانك ضاربه بزلزال. يعني تقريبا عبارة عن عندك مكون هالمربع 12 بيت اللي تدمروا دمار كامل. الحمد لله على كل حال.